أعتقد ربما هناك سببان لماذا هناك هذا التأخير منذ الهجوم الصاروخي الإيراني في الأول من أكتوبر. إسرائيل قلقة بشأن الترسانة الكبيرة للصواريخ لدى حزب الله، وتريد عمل ما تستطيع لتقليص قدرة حزب الله على وجعلها تقريبا صفر قدر الإمكان، بحيث هذه الصواريخ لا يمكن أن تطلب إيران إطلاقها على إسرائيل ردا على أي شيء يفعله الإسرائيليون للرد على هجوم الأول من أكتوبر. ثانيا، آخذين بعين الاعتبار أن 3 أسابيع مرت منذ الهجوم الصاروخي الإيراني، وأسبوعان من اليوم ستكون هناك انتخابات في الولايات المتحدة. صحيح. علي أن أقول أن من الممكن الآن أنه، وبينما الهجوم من إسرائيل يمكن أن يأتي في أي لحظة، أيضا يمكن أن ينتظروا أسبوعين آخرين لما بعد الانتخابات الأمريكية. نعم. في نفس الوقت سيستمرون في إضعاف قدرات حزب الله، لن يجلسوا ساكنين، ولكن علينا الإقرار بأن هذا الهجوم على إيران ربما لن يأتي إلا بعد 5 نوفمبر. أعتقد أن إدارة بايدن تفضل ألا يحدث أي شيء قبل الانتخابات. الإدارة خائفة من الموقف في المنطقة والتدهور، وهذا يسبب زيادة في أسعار النفط العالمية، وهذا سينعكس بسرعة على أسعار البنزين في محطات البنزين في الولايات المتحدة، وهذا يضر بفرص نائبة الرئيس هاريس في حملاتها الانتخابية. هم قلقون بشأن الإساءة إلى إيران، وبايدن يود أن يرى تأخير للضرب أو تأجيل. حسب الحسابات ربما يريد أن يرى من سيفوز في الانتخابات. لا نعرف، الهجوم قد يأتي في أي لحظة، وأنا أحذر ربما الهجوم لن يأتي إلا بعد الانتخابات. أعتقد أن القوة لا تزال موجودة كما كانت، ولكن آخذين بعين الاعتبار التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة، لا أعتقد أن حكومة نتنياهو تميل الآن إلى إعارة انتباه لبايدن أو وزارة الخارجية. سيفعلون ما يعتقدون أنهم بحاجة لعمله، ربما يؤجلون الضربة إلى أن تكون لديهم صورة واضحة عن الانتخابات، والإسرائيليون سيتخذون القرار بشأن الضربة ضد إيران، وهذا سيكون مبنيا على مصالحهم. هل يستهدفون البرنامج النووي، المنشآت النفطية؟ حاليا لا نعرف. أنا غير متأكد أن تخفيض التوتر هو الهدف. عندما هاجم الإسرائيليون هوجم في 7 أكتوبر، نظروا إلى هذا على أنه 11 سبتمبر، ولاحقوا المجرمين طوال الوقت. هذا جزئيا ما تفعله إسرائيل الآن، هي وبشكل منهجي تقضي على حماس في قطاع غزة، وهي الآن تسعى لأيضا تقطيع أوصال حزب الله في لبنان. لا أعرف ما إذا باستطاعتنا أن نقول هذا. ترامب ليست لديه أي فكرة، هو سعيد أن يقول أنا أفعل الأمور بشكل أفضل من بايدن وبشكل أفضل من هاريس، ولكن هو لا يعرف ما يكفي عن الموضوع حتى تكون لديه أفكار واضحة. الكثير من الناس يعتقدون أنه وبشكل تلقائي يدعم إسرائيل، هذا يمكن أن يحدث، ولكن تذكر هو لا يحب بيبي نتنياهو، ولأنه ليس لديه فهم حقيقي للمنطقة أو مدى حجم المشكلة، فمن الخطير أن نتنبأ ما هي مقاربة ترامب. أعتقد أن
هذا تهديد لدول الخليج وحكومة العراق وآخرين. أعتقد أن الإسرائيليين سيفعلون ما يريدون فعله، ولديهم القدرة على التحليق فوق السعودية ودول الخليج الأخرى، وسيفعلون ذلك. وهذه الحكومات ربما تشكو من هذا، ولكن بصراحة هي ترى إيران كتهديد استراتيجي لهم من خلال برنامجها النووي، وأيضا الدعم الإيراني القديم للإرهابيين، ليس فقط حماس وحزب الله، وإنما الحوثيين في اليمن والميليشيات الشيعية في العراق وسوريا.